استقبل الرئيس السيسي اليوم بالعلمين الجديدة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية ثلاثها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة رئيس الحكومة اليوناني إلى مصر. كما أشاد الرئيس بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان. من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني رسوخ الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحبا بالتقدم الملحوظ على مستوى التعاون خلال السنوات الماضية، ومعربا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين. نفت الحكومة شائعة إصدار قرار بمد تسجيل طلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على أن الموعد النهائي لطلاب شهادة الثانوية العامة لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هو اليوم الثالث من أغسطس 2023 دون وجود أي نية لمد التسجيل لفترة جديدة. أعلن وزير النقل كامل الوزير وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الآن إلى عدد 800 عربة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقا للجدول الزمني المحدد، وذلك في إطار صفقة 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وفي إطار الاتفاق المبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي عربات الصفقة. قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الخميس إن قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تتحرك بالقرب من الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي لزعزعة استقرارها، وبدأ عدد غير محدد من مقاتلي فاغنر تدريبا مع جيش بيلاروسيا، مما دفع بولندا للبدء في نقل قوات يزيد قوامها عن 1000 جندي بالقرب من الحدود. أعلن رئيس نادي الرجاء المغربي محمد بودرقة توصل ناديه لاتفاق مع المصري الدولي عمرو وردة للالتحاق بالفريق لمدة موسمين. وقال بودرقة في تصريحات تلفزيونية إن وردة ينتظر الحصول على تأشيرة دخول للمغرب، بعدها سيوقع على عقد انضمامه للفريق. وكان وردة قد رحل عن أبولون ليماسول القبرصي بعد نهاية تعاقده.